هذا البرنامج واقعي موضوعي ومحايد، والأحداث الواردة فيه حقيقية ولا تمت للخيال بصلة، وأي تشابه بينه وبين الخيال فهو بمحض الصدفة. نسيت أن أقول لكم، هذا البرنامج يتابعه الكبار والصغار، من ربطة العنق إلى أصحاب السعادة. أنتم الآن في برنامج المايسترو. أهلا وسهلا بكم، شكرا على حضوركم جميعا. أهلا. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، جمهورنا الكريم. المايسترو في العالم يدير ظهره للجمهور لتقديم مقطع موسيقي، أما نحن فنقابلكم لنعزف لكم على وتر الثقافة والسياسة والاقتصاد والرياضة والمجتمع والاقتصاد والشخصيات والذكريات. البداية بربطة عنق حتى في غيابها، لكن بعد الفاصل. في الحصاد المحلي قررنا ضبط الإيقاع على أبواب المسؤولين من أجل إيجاد حل للمتضررين من زلزال ولاية شلف الذين يسكنون الشاليهات منذ سنة 1980. لن يتوقف ضابط الإيقاع سامي كتاب عن الطرق حتى يتم توفير الكهرباء في سيدي خالد وتعبيد الطرق في الكثير من المناطق، وانشغالات كثيرة لا تستطيع حتى عشبة محمد هادف بجيجل التي تداوي الحروق من الدرجة الثالثة معالجتها هنا وهناك وبين بين. المسافة بين دار الشيوخ وولاية الجلفة تقلصها إرادة هذا السبعيني في مواصلته للدراسة، فالمتشبث بلباسه التقليدي لا يزال بنفس حماس بداية طلب العلم كحماس هؤلاء النسوة بولاية برج باريريج. فبالرغم من ضعف النظر تبصر هذه السبعينية بإرادتها القوية طريق النور يحررها من الأمية. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. لا مشاغل الدنيا ولا أسقامها حجب على الأستاذ سالم طريق التطوع ليقدم إلى مترشحي البكالوريا طيلة 25 سنة دروسا تدعيمية، لكن لهذه السنة كانت المناطق النائية ميزة خرجاته التطوعية. ندرس مجموعة تصل المرات المجموعة إلى 1300 أو 1400 مترشح بكالوريا. من طريق النور إلى طريق التهميش هنا بتبسة، حيث تمتد معاناة السكان بنفس امتداد طريق مهترئة حالهم حال المرافق الرياضية المهملة بتيارت، وحال سكان سيدي خالد الغائب عنهم نور التنمية. هاو الكابل كيلومتراج تاعو 650 متر، فيها أربعة ديار ولا خمسة، وراها مش كافية ترسيتي هذه. بعد 43 سنة لا زالت الهزات الارتدادية للتهميش تؤرق الساكنة هنا بعين الدفلة، فلا تسوية لوضعية بناياتهم ولا ترحيل من شاليهات منحت لهم في وقت مضى على إثر زلزال ضرب المنطقة. كل البيت في عائلة، الآن البيت في عائلات متعددة، الآن فوق 250 عائلة في هذا الحي. وسط هذه المطالب نختتم حصادنا لهذا الأسبوع من حديقة محمد هادف بجيجل معالج الحروق من الدرجة الثالثة بخلطة طبيعية، فهل من خلطة سحرية من السلطات المحلية تضع حدا لمعاناة الساكنة؟ نحن في الدرس 21 من مادة الموسيقى التي يحاول فيها زعماء العالم تعلم موسيقى السلام، لكن بدون جدوى، فالتوترات تزيد يوما بعد يوم، وبدلا من حمل كمان سلام يحملون مسدس القرارات. وأمام هذا تنصح السوبرانو سارة حميد المجتمع الدولي بارتداء السماعة الدبلوماسية الخاصة بالجزائر، فالجزائر تعزف ولو على كمان وهمي سياسة محايدة. استمع
استعراض للعضلات العسكرية في مولدوفا للداعمين لأوكرانيا ومشاورات روسية صينية في ظل الرفض الروسي للوساطة الفرنسية باعتبارها طرفاً في الأزمة وليست على الحياد. تفجير سد كاخوفكا يعمق الخلافات والمخاوف من كارثات نووية وعسكرية، وأردوغان يتدخل على الخط بين بوتين وزيلينسكي في محاولة دبلوماسية لحل الأزمة التي تتجه إلى عامها الثاني، بينما تكمل المعارك في الخرطوم شهرها الثاني ولا حل يلوح في الأفق سوى دخان حرائق كندا الذي غطى جسر جورج واشنطن في نيويورك التي تشهد بداية التنافس بين الجمهوريين على تمثيل الحزب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. بينما ينقسم سياسيوها في الكونغرس على أزمة رفع سقف الدين ويتفق الليبيون على صياغة القوانين الانتخابية. في البلقان يتصاعد التوتر بين الصرب والألبان في حين يصعد اليمينيون ضغوطاتهم للتضييق على متاجر الحلال في فرنسا مع استمرار الاحتجاجات المطالبة بإصلاح نظام التقاعد. دبلوماسية تتوتر بين وكالة الطاقة الذرية وسلطات الكيان الصهيوني حول الملف النووي، وتنسجم في الرياض بزيارة بلينكين من جهة وإعادة فتح طهران سفارتها هناك، كما فتح المصري محمد صلاح النار على الجنود الصهاينة ليرضي 3 قتلى جنوب فلسطين المحتلة التي يشهد شمالها استنفارا بين عناصر الجيش اللبناني وقوات الاحتلال في محيط تلال كفر شوبا التي رسم فيها المزارع اللبناني لوحة بطولة تاريخية حين تصدى أعزلا للجرافة الصهيونية التي طمرته بالتراب ولم تطمر أحلامه التي أجبرت الجرافة على التراجع. أزمات تنتظر حلولا قد تأتي الجزائر بأحدها بعد انتخابها عضوا في مجلس الأمن، وهي التي عودتنا تاريخياً على نجاح وسطاتها. إذا حرك التنور زهير خشان أوتار الثقافة فاعلموا أنه سيضبطها هذه المرة على وتر اليوم الوطني للفنان ضمن ركن أصحاب السعادة. والسعادة الحقيقية تلك التي جسدها التشكيلي كمال روان على جدار مدينة عين ملح بمسيلة. أما السعادة الأكبر سنشاهدها بعد انقشاع ضباب الحقيقة في لندن التي أظهرت بنادق جزائرية منذ العهد العثماني كانت ستباع في المزاد العلني. وهنا سنتوقف لنطلق رصاصة في صدر لصوص التاريخ. تم اقتراح نظام الحماية الاجتماعية الخاص بالفنان، وهو أهم مرتكزات القانون الأساسي وثماره المرجوة المتمثلة أساساً في استفادة الفنان من الحماية الاجتماعية والتأمين والرعاية الصحية وكذا نظام التقاعد. من قصر المؤتمر خون تنظم ملتقاً دولياً بعنوان المقاومة الثقافية في الجزائر خلال الثورة التحريرية، مقاومة عرفت قبلها إطلاق دوي بنادق جزائرية إبان فترات مختلفة ليتم استرجاعها بعد السطو عليها في مدينة الضباب لندن. المسافة التي سنقطعها في عدد اليوم ستكون بنكهة إفريقية خالصة، وفيها سنتعرف على قصة عبد الكريم وأمينة وعلاقتهما بمتحف يتجاوز شعرية المقتنيات إلى قصيدة معلقة كتبت بواحد وخمسين لونا. وعلى وتر الذكريات يعزف لنا التنور زهير خشانة هذه المقطوعة. مسافة من الجزائر نحو بلدان إفريقيا، رحلة 51 دولة انطلقت بخطوات ملؤها الحب لزوجين التقيا سنة 62 900 ألف وتعاهدا على الترحال سويا. أما جمع التحف فذاك غرامهما الذي راود عبد الكريم بعد أول عصا تحصل عليها في مدينة أكرا الغانية. زوجة وأنا تلاقينا
في الاستقلال يعني فتوح، لما فتحت جامعة الجزائر في أكتوبر نوفمبر 1962 بدينا حاجة بحاجة من هذاك الجولة تاع أفريقيا. كنا لعبنا الكرة عجبتهم، أعطوني عصا رهنا. توغل رفيقي الدرب من الاقتصاد إلى الرياضيات ومنها إلى شؤون الدول ساعدهما على طرق أبواب القارة السمراء بل وجلبها كتذكار. جائزة الفوز بمباراة في غانا أغنت فضول عبد الكريم وأمينة لينطلق في جمع كل ما هو نادر وعابس ومثير. 51 دولة إفريقية ماشي في سنة 60 سنة. كثرة التحف وتنوعها دفع أمينة إلى اقتراح فكرة تأسيس متحف لتوثيق رحلة الحب هذه، ليشاء المولى أن تفارق الحياة في رحلة لا عودة. أما الزوج فظل على وعده ودشن هذا الفضاء سنة 2020 توسطته عبارة من هنا انطلقنا وهنا كنا. قلت يا عبد الكريم وش راح نديره هنا بهذا الزوبجي داع هذا وكل شيء الدنيا كل شيء بيعوهم، احنا ماناش تجار، لا انت لا انا، وعندنا نهتموا بهم كثير، عندنا سنتيمون كل واحد منهم، عندنا علاه ما نديروش متحف نروح من نروحوا للجزائر نديروا متحف. منين توفات فتحنا الموزي. ولأن الشعراء دائما ما اختاروا توثيق ذكرى المحبوب بأبيات وقصائد، اختار خبير الاقتصاد والسياسة تخليد ذكرى زوجته بمتحف خاص بخط ولون وهوية إفريقية. كل سلاطين العالم يضعون تاجهم فوق رؤوسهم إلا السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، فتاجه في قدميه. هذا اللاعب الذي قرر الاعتزال في سن 41 سترتاح منه دفاعات النوادي الكروية بعد الصداع الذي سببه لهم طيلة مسيرته الكروية. زلاتان إبراهيموفيتش سلطان تاجه في قدميه، فالمتوج بجائزة القدم الذهبية سنة 2012 حقق أهم الدوريات قبل إعلان اعتزاله من ملعب سانسيرو، ذلك أن مبكي جماهير منافسيه بأهدافه القاتلة تبكيه اليوم جماهير الميلان التي لن تشاهد مرة أخرى سلطانها بقامته الفارعة في الكالتشيو. الرحالة زلاتان توشح بتسعة ألوان سجل فيها بصمته من مالمو السويدي إلى غاية الأحمر والأسود، وما بينهما محطات أبرزها ارتقاؤه قمة برج باريس بقامته، فكان إبرا سلطانا على فرنسا بعد قيادة البي اس جي إلى التتويج بالبطولة أربع مرات متتالية، مسجلا أعلى حصيلة له في النوادي التي قاد هجومها بواقع 156 هدفا، غير أن أهم هدف له لم يكن يوم توغل بألوان أياكس أمستردام ولا بقلب السيدة العجوز أو بألوان الأفاعي ولا مع البرسا وحتى الشياطين الحمر، بل كان مع لوس أنجلوس جالاكسي عندما سجل هدفه 500 بطريقة راسخة في الأذهان. المدفع السويدي وقع أهدافه من خارج منطقة العمليات، السلطان يفضل قصف قواعد منافسيه من بعيد. أما داخلها فهو يتفنن في وضعها داخل الشباك بحركات تؤكد أحقيته للحزام الأسود في التايكواندو حتى ولو كان فخريا. غادر إبرا ملاعب كرة القدم تاركا حركة تهديفية ستسجلها الملاعب باسمه ويصعب على اللاعبين تقليدها، لأن من شروطها
قوة إبراهيموفيتش البدنية وجنونه أمام العارضات الثلاث. زلاطان وبحركة يديه يؤكد تسلطنه على الملاعب الأوروبية، لكن الملك المشاكس كان عنيفا عديد المرات، وهو أسلوب اعتمده لإرباك منافسيه نفسيا قبل دك حصونهم. هكذا خاض السلطان حروبه طيلة 24 موسما. داخل إطار الذاكرة، ستحتفظ جماهير الميلان بملابس سلطان كرة القدم الذي اقتحم ملعب سانسيرو ذات يوم بابتسامة وغادره مكفكفا دموعه. هذه سنة الحياة والزعامة لا تدوم. في ركن نوستالجيا سنتذكر المخرج الجزائري الراحل بن عمر بختي، وفي رحلة التذكر سنمتطي فرس فيلمه الشهير شيخ بوعمامة، وسنركب جميعا سيارة 504 من بوسعادة إلى الجزائر العاصمة، لكن بشرط أن يكون ضابط الإيقاع سامي كتاب هو السائق في هذا التقرير. ملحمة الشيخ بوعمامة هي إحدى الروائع السينمائية للمخرج بختي بن عمر عام 85-900 و1000، التي امتطت صهوة أفلام المقاومة الشعبية بمشاركة كوكبة من الممثلين يتقدمهم إمبراطور الشاشة السينمائية الجزائرية عثمان عريوات. من الأعمال التاريخية تنقل بختي إلى الأعمال الكوميدية، فبأبسط الإمكانات أبدع إبل مدينة تلمسان في صناعة قطعة كوميدية بقيت راسخة في ذاكرة السينما الجزائرية، لتصبح بعض عبارات فيلم التاكسي المخفي لازمة في الحياة اليومية. لا لا وليدي نهار زاد كيلبون. شد انتباه المشاهد طيلة الرحلة كان هو التحدي، فبسيناريو مضبوط وحوار كوميدي بسيط بسطت سيارة سانسون كات، نجح بن عمر بذكائه السينمائي في الجمع بين 10 أدوار رئيسية في مكان واحد، حافظ من خلالها على شغف المشاهدة طيلة خط بوسعادة الجزائر العاصمة. المولع بالمقاومات الشعبية والمعروف بثلاثيته الشهيرة الشيخ بوعمامة، العودة والتاكسي المخفي، كان يأمل في دعم أعماله السينمائية بإنتاج فيلم يخلد مقاومة الأمير عبد القادر قبل رحيله عن عمر 74 عاما. تقرر الحكومة الخروج من القلعة البيضاء والاتجاه نحو المملكة العربية السعودية بحثا عن ملك جديد، هذه المرة باللون الأصفر. الحديث هنا عن كريم بنزيمة الذي أنهى مسيرته الكروية في القارة العجوز وانتقل إلى قارة آسيا، من ريال مدريد إلى اتحاد جدة، خط سيعزف عليه عبد الله بوجحود منفردا. هذا التقرير. الرابع من شهر جوان 2023 لم يكن يوما عاديا في العاصمة الإسبانية مدريد، كيف لا وهو اليوم الذي أعلن فيه الميرينجي رحيل الحكومة عن قلعة الملك بعد 14 عاما. إنه رحيل المحارب حمل على الأعناق حين انتصر وانهالت عليه سياط منتقديه حين خسر، حتى قيل إن عطاءه قد نضب وإن وقت خروجه من مربع النجوم قد اقترب. كريم بنزيمة مع الملك انتفض من رماده كطائر الفينق، وهتفت الجماهير باسمه، وخروجه كان أشبه بمصارع روماني يغادر ساحة المعركة. بنزيمة النار التي طبخت الفوز، حتى وإن أخفته ظلال أسماء لاعبين كبار. مسيرة البرنس مع الملكي تتلخص في 3 مصطلحات: اللعب، الفن، والأهداف. فقد ظهرت مواهبه للعيان منذ أن كان بريء الملامح لا يرى عليه أثر الشراسة. على نجمه حتى استبشرت الجماهير برقم قميصه، فأصبح يكنى بإير نويفي قبل أن ترتج الأرض من تحت قدميه ليفقد توازنه
ويدخل في دوامة من التشكيك وصلت حد التخلي عنه في تشكيلة منتخب الديوك. سنة 2021 بدأ أن كريم بنزيما قد طوى صفحة الانتكاسات ووقف بصلابة في وجه الدوامات التي حاولت ردمه بعد أن وصل إلى مرماه مسجلا الكرة الذهبية في شباك تاريخه، وكأن كل نكباته وهزائمه في تاريخه الرياضي والشخصي صنعت منه رجلا حكيما. انطوت صفحة من صفحات مسيرة الحكومة الكروية وعلاقته بهويته وبالصورة المركبة التي صنعها لنفسه بثبات وإصرار متحديا الصعاب. كريم بنزيما ليس مجرد رحيل، بل هو رحيل بأثر أثر قوامه 25 لقبا ووصافة تاريخية لأكثر ملكي دك شباك منافسيه على مر التاريخ. هي حكاية تدرس للأجيال، بل تخلد مسيرة كفاح متواصل، والجديد بنزيما اتحادي، والحظ الليلة كريم، واللقاء يتجدد في جدة. نلتقي بكم إن شاء الله بعد 7 أيام لنعزف لكم على 7 أوتار أخبارا جديدة. إلى اللقاء.